بالدفاع الجوي في ريف دمشق بعد معركة ضارية مع القوات النظامية. تعتبر السيطرة على مشروع سد تشرين في منطقة منبج بحلب واحدة من أبرز العمليات العسكرية النوعية التي قام بها الجيش السوري الحر، فقد حاصرت قوات من الجيش الحر السد لعدة أيام ثم اقتحمته بعد مواجهات عنيفة مع جيش النظام أسفرت عن مقتل عدد من مقاتلي الجيش الحر. تسللت القوات المهاجمة حسب ما يقول ناشطون عبر الغابات المحيطة بمشروع السد وعبر أنفاق تربطه بالقرى المجاورة، ثم باغتت القوات النظامية المتحصنة بداخله، وشنت القوات النظامية غارات جوية على موقع السد خلال المعركة في محاولة منها لإجبار القوات المهاجمة على التراجع، لكنها واجهت مقاومة عنيفة. تكمن أهمية سد تشرين كما يقول ناشطون بأنه يولد نحو 20% من الكهرباء في البلاد كان النظام يتحكم فيها، بالإضافة إلى احتوائه على مستودعات للذخيرة وكذلك موقعه بالنسبة لطرق إمدادات قوات النظام. كان الجيش الحر قد أعلن عن عملية عسكرية أخرى لا تقل أهمية عن عملية سد تشرين، وهي السيطرة على واحدة من أكبر كتائب الدفاع الجوي في الغوطة الشرقية بريف دمشق. خطط للعملية بإتقان حسب ما يقول الجيش الحر الذي حاصرت قواته موقع الكتيبة 9 أيام ثم هاجمتها بعد قصفها بقذائف الهاون. وقد استولى الجيش الحر كما يقول على آليات عسكرية ومنصات صواريخ دفاع جوي وذخيرة متنوعة، لكن الأهم بالنسبة للجيش الحر هو موقع هذه الكتيبة الاستراتيجي، فهي قريبة من مطار مرج السلطان العسكري وكذلك مطار دمشق الدولي، ما يؤهلها للعب دور هام في تحويل مجرى المعارك في محيط العاصمة كما يقول ناشطون سوريون. في غضون ذلك نقلت وكالة الأنباء السورية السانة عن وزير الإعلام السوري عمران الزعبي قوله إن المواجهات في بلاده وصلت إلى أعقد مراحلها، وأضاف أن المواجهات وصلت إلى أعلى درجاتها وأكثرها صعوبة وأشدها عنفا واتساعا بالجغرافيا ونوعية السلاح المستخدم. وانتقد الزعبي الائتلاف الوطني السوري المعارض واتهمه بإقامة ما سماه بتحالف استراتيجي مع تنظيم القاعدة. وحمل الزعبي الائتلاف تبعات العنف والقتل في سوريا لرفضه الحوار ودعوته للتسلح حسب تعبيره. ومعنا في الاستوديو العميد صفوت الزيات الخبير في الشؤون العسكريه والاستراتيجيه. سيد العميد، اسالك اولا عن مغزى ودلالات تصريح وزير الاعلام حينما قال بان المواجهات وصلت الى اعلى درجاتها اكثرها صعوبه واشدها عنفا واتساعا بالجغرافيا ونوعيه السلاح المستخدم. دعني اقول لك اننا امام نظام في انحصار، نظام مرهق مجهد للغايه يفقد مواقعه، لم يعد يستطيع ان يستعيد شيئا منها بهذا الارهاق والاجهاد وفقد كثير من المناطق في سوريا. وزير الاعلام السوري لم يكذب كثيرا ولكنه يقول واقع. دعني اقول لك في الايام القليله الماضيه هؤلاء الثوار يتواجدون في المنطقه الشماليه الشرقيه التي عمل النظام طويلا على الا يقترب منها احد، هنا نقترب من العراق ونقترب من العلاقات القبليه ونقترب ايضا من مصادر الثروه النفطيه والزراعيه الكبيره، هنا في حلب، حلب الرائعه ربما وإدلب معها يصل ربما الثوار إلى هذه المناطق كاملة. كان هناك حديث منذ قليل عن سد تشرين في هذه المنطقة يسيطرون عليها. هناك في درعا كان أمس هجوما ومحاولة للسيطرة على معبر نصيب. هناك في دمشق عمليات تجري على مدار الساعة. عندما تقرأ هذه الخريطة بكاملها عليه أن يتحدث عن هذا التعبير، لم يعد يستطيع أن يقاوم، هو في حالة انحصار ويبدو أننا نقترب رويدا رويدا من معركة دمشق. ولكن هناك معارك فيها رجمات صواريخ من قبل النظام. هذا أمر يدلل على شيء خطير، أنك عندما تأتي إلى دمشق
وهذه المعركة التي تدور تحديدا في شرق دارية، وهذه هي بساتين شرق دارية وترتبط ببساتين كفر سوسة، وعلينا أن نشاهد هذه الصورة بدقة. آليات مدرعة، دبابات، راجمات صواريخ. راجمات الصواريخ نحن لا نستخدمها إلا في أراضي مفتوحة وضد قوات منتشرة، لا يمكن أن تستخدم في وسط مدينة وفي وسط أبنية. هذه الحالة التي عليها النظام، أنت تقريبا في دمشق في حرب، ولكن يبدو أن الصوار هذه المرة يتعلمون كثيرا مما حدث من قبل، يتقدمون يتراجعون. وعندما نصل تحديدا، وعلينا أن نقول عندما نصل إلى منطقة بساتين كفر سوسة في هذه المنطقة، فأن أي آليات ربما وخاصة الهونات ربما بعيارات مختلفة تستطيع أن تصل إلى المزة، وتستطيع أيضا أن تصل إلى هنا إلى القصر الجمهوري. العصب الرئيسي العسكري والسياسي للدولة ربما أصبح معرضا لنيران الثوار، له حق فيما يتحدث عنه وزير الإعلام السوري تماما. العميد صفوت السيات، الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، شكرا لك. الآن أيضا إلى متابعة للوضع داخل إدلب، فقد توقفت الدراسة في عشرات المدارس بالمحافظة.